خسرت دو تيتر انت في فتره صغيره، تلعب في جمعيه كبيره، ضغط برشا عليك، دونك سي توت افي نورمال. وما نتصورش انا حمد علي بن رمضان ما كانتش عنده محادثات مع الاداره نتاع الترجي ولا مع رئيس النادي سي حمدي المدب لتجديد العقد. ما نتصورش محمد علي بن رمضان باش يقعد الوقت هذايا ماهوش يعني ما تفاهمش مع المسؤولين نتاع الترجي. راهو يعني لاعب في الترجي يلزمك تعرف تكون عندك شخصيه، يلزمك لاعب تتحمل الضغط، لازمك انت لاعب. تنصحه يقعد ولا يواصل؟ انا بالنسبه لي انا نتمنى يقعد، بالنسبه لي انا يتمنى يقعد. لا على كي كمان انت كانك رقعت كي جات مع انت خرجت في نفس الوضعيه انت او انت خرجت ما تجمش انت اخترت بارتيزان بلغراد وخرجت وقتها وما قعدتش انت قائد فريق وجاتك الفرصه تصحح العقد. هي قديمه تي ما مؤاخذه ما تقوليش ننصحه انا يقعد وانت عملت عكس. لا 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 ايش نقول نصيحتك وقتها ما تجمش تقارن ما بين 2008 و 2023. انت وقتها كنت من اللاعبين اللي يخلصوا مليح زاد. لا لا ما كنتش من اللاعبين اللي يخلصوا مليح، وما كنتش يعني كجيت انا في الوقت هذايا نكمل كاريري جارد ماتريال، نجم نخدم جارد ماتريال في الاسبيرونس، ما يقلقنيش. اما في وقت 2008 انت يرجع بيك الوقت تقول له وقتاش نجم نفهمك كمان، كيقول يرجع بيا الوقت ندمت على الخرجه هذيك وكارني قعدت في الاسبيرونس وننصحه هو يقعد، وقت نعطيك وقت. ايش نقول لك حاجه؟ اما كان تقول لي لا انا خرجت وهو ننصحه يقعد، ما نفهمكش برشا. ايش نقول لك علاش؟ انا وقت اللي عديت فتره في الاسبيرونس اعطيت كل ما عندي، ما عادش نجم نزيد، ما عادش نجم نزيد نقدم الاضافه اكثر للفريق نتاعي، احتراما في جمعيتي واحتراما في التاريخ نتاع الجمعيه، يعني كان باش نقعد نجم ما نقدمش الاضافه ونجم ما نعاونش الفريق نتاعي، هاك علاش يمكن اخترت الخروج. محمد علي بن رمضان اليوم مازال ينجم يقدم الاضافه للفريق نتاعو، مازال ينجم عنده ما يعطي للاسبيرونس. شو عمل محمد علي بن رمضان السنوات الاخيره؟ مازال ما قدمش الاضافه اللي الناس الكل قعدت السنه فيه. هذه يعني هذا الفرق ما بيني انا ما بين محمد علي بن رمضان. حاجه اخرى، انا راني تعديت مع دو جينيراسيون ولا ترو جينيراسيون، ثلاثه رؤساء تعدوا علي في الترجي. ترو جينيراسيون سليم شيبوب، من شكري الواعر، من شكري الواعر، طارق ثابت، مراد المالكي، المعين، كسراوي، عديد اللاعبين تعديت معاهم وكورت معاهم فرد جينيراسيون. دونك ما نجموش نقارنوا، لا مجال للمقارنه. ديما نعاود ونقول راهو لبسان مريول الترجي عندك مسؤوليه كبيره. واضح.